مرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، فقرة حوارية مميزة مع اتنين مميزين من النقاد الرياضيين الكبار، طبعا الأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ محمد القوسي اللي منورين هنا في البيت الكبير. هنتكلم معهم مع عدة ملفات على الساحة الرياضية داخليا وخارجيا، نتكلم معه على مشوار النادي الأهلي من خلال البطولة الأفريقية، وكمان هنتكلم على بعض النقاط اللي ينقص الكرة المصرية في الفترة اللي جاية، وخاصة عندنا تصفيات كاس عالم مهمة جدا مع منتخب مصر داخلين على معمع بلغة الكرة كده، ايه الصالح الكرة المصرية في الفترة اللي جاية؟ هنعرف ده من خلال حضراتكم. استاذ سامي بنرحب بيك في قناة النادي الاهلي. استاذ محمد بنرحب بيك في قناة النادي الاهلي، منورينا. اهلا بك يا كابتن، وسعيد التواجد معاكم كمان بصحبة استاذنا استاذ النقد الرياضي الكبير الاستاذ سامي. الحقيقة يعني قامة نقدية رياضية كبيرة بنعتز بيها الحقيقة. صحيح منورنا استاذ سامي. طبعا زي ما قال الاستاذ محمد، قيمه كبيره جدا وخبرات كمان كبيره جدا من خلال النقد الرياضي وخاصه كره القدم. عايزين نعرف من حضرتك يعني باختصار كده او بنظره شامله عن مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات وحصوله على المركز الثاني. شفت المجموعه ازاي وشفت اداء النادي الاهلي ازاي في اجمالي المجموعه كلها؟ طبعا الاول يعني احنا بنقول ان احنا خدنا خطوه، فريق النادي خد خطوه نحو الدفاع عن اللقب والاقتراب من اللقب العاشر ان شاء الله. لكن طبعا في علامات واضحه جدا وجمهورنا حاسس بيها، خصوصا بعد الماتش الاخير في السودان، المريخ مع المريخ 2-2، وقبله في يعني الماتش مميز جدا والنتيجه مميزه جدا 3-0 مع فيتا كلوب. فطبعا في تذبذب غريب جدا، دي يعني بعث بعض القلق لدى جماهير الاهلي ولدى كل النقاد الرياضيين بما لا شك فيه، وايضا لما تابعته شخصيا من تصريحات اللاعبين في الفريق وموسيماني، يعني ما كانش فيه رضا عن نتيجه المريخ، رغم ان هي طبعا اعطت نقطه تاهل، لكن مجمل الاداء في المباراه الاخيره عكس تماما المباراه في فيتا كلوب. فطبعا دي يعني بيدي انذار ان البطوله مش سهله في المرحله الجايه، ومحتاجه جديه اكتر من اللاعبين، عايزه وعي اكتر من يعني تفاهم اكتر من موسيماني لظروف البطوله نفسها، لان هو البطوله اللي فاتت خدها من الاخر، هو بيتعامل البطوله دي من النسخه دي من بدايتها. صحيح. فالوضع مختلف، يعني في دور جاي دور الثمانيه برضه في تحديات قويه جدا. فانا شايف ان يعني ماتش المريخ بيحمل دروس كبيره جدا للاعبين، وعجبني كابتن قفشه ان هو بيقول احنا فعلا لازم نتعلم من الماتش ده. النتيجه دي يعني ليه جت بعد فوز ب 3-0 على فيتا كلوب؟ يعني تضارب غريب. فطبعا الاستهانه باي منافس في البطوله خطا كبير جدا. كل كره في الملعب لازم يكون لها انتاجيه ايجابيه على مرمى الخصم، وما نتهاونش حتى في اي هجمه على مرمى الشناوي او اي حارس النادي الاهلي. فالنهارده يعني في درس كبير حصل بعد مباراه المريخ، لازم يعني الجهاز الفني يتعامل معاه، وده الجهاز الفني اتكلم في دوت. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، اكيد اهم نقطه هي التاهل، وده كان ده كان شيء مهم جدا. يعني ده نقطه مهمه جدا. صحيح. عشان بس يخفف العبء النفسي على الفرقه، لان عنده حمل جامد جدا في الفتره القريبه القصيره الجايه. صحيح. يعني كان قدام موسيماني فرصه ان هو يدفع بكل العائدين من الاصابات، ويدفع من كل نجوم الصف الثاني عشان يدور الفرقه كويس. هنتكلم على كيفيه اداره مباراه سيمبا، وهروح للاستاذ محمد من خلال طبعا رؤيه الاستاذ سامي عبد الفتاح على مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات. كان مفاجاه بالنسبه لنا ان سيمبا يظهر بهذا الاداء الجيد جدا على مستوى النتائج على مستوى التهديف. ده ياخدنا لمباراه سيمبا. مباراه سيمبا هي تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي، ضمن التاهل، لكن ليها اهداف.
تعتقد ايه يعني اهم الاهداف اللي لازم النادي الاهلي ان شاء الله يحققها في مباراه يوم الجمعه امام سيمبا التنزاني؟ تمام، يعني بدايه بالنسبه لدور المجموعات بشكل عام انت بيكون لك هدف، وهو هدف التاهل. صحيح، وهذا الهدف تحقق سواء اول او ثاني. صحيح، كنت يعني الافضل انك تكون اول، وده الوضع الطبيعي للنادي الاهلي، لكن في النهايه انا تحققت الهدف باي شكل من الاشكال. لعبت 5 مباريات، كسبت مباراتين وتعادلت مباراتين وخسرت في مباراه، حققت 8 نقاط من 15 نقطة، نتيجه مقبوله وليست جيده، يعني يعتبر متوسطه. في النهايه انت تقريبا حققت 50% من النقاط اللي كانت موجوده. يعني اللي فرق مع فرقه زي سيمبا ان هي كسبت النادي الاهلي، يعني لولا ان سيمبا كسب النادي الاهلي اللي هو المفروض الفريق رقم 1 في المجموعه والمرشح يتصدر المجموعه، انه كسب النادي الاهلي. لولا مكسب النادي الاهلي كان زمان دلوقتي الوضع مختلف تماما وجاي لك، وبرده ما زالت انك انت تبقى اول مجموعه بايدك. صحيح. يعني الاهلي مر بظروف صعبه سواء ملاعب او حاجات او الاجواء او اللعب بالنهار، حاجات ممكن واصابات وحاجات الاهلي غير معتاد عليها، لكن في النهايه يعني ليس هذا هو الاداء اللي احنا بنتوقعه وننتظره من النادي الاهلي. المفروض اقوى من كده واكتر من كده، ولما تلعب على 15 نقطه على الاقل تاخد منهم 12 13 نقطه مثلا، يعني على الاقل يعني. لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل وتحقق الهدف. يمكن في البطوله الماضيه كان الاهلي ثاني وقدر برضو يحقق البطوله يعني، والتواني اللي كانوا في البطوله اللي فاتت هم اللي وصلوا للنهائيات كلهم. صحيح. يعني هم اللي في السيمي فاينال قدروا يحققوا ويصعدوا ويتاهلوا ويوصلوا للمباراه النهائيه يعني. فشايف ان مباراتنا المقبله مع سيمبا التنزاني هي مباراه نتيجتها لن تؤثر باي وضع من الاشكال اي شكل من الاشكال في الترتيب المجموعه كاول وثاني، لكنها مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. لابد النادي الاهلي يعيد الثقه لنفسه لجمهوره، يؤكد على ان هو الاقوى، وان اللي حصل في ال5 مباريات اللي عدى امر عادي جدا، وانك انت خدت 3 نقاط. لا، ده انت لازم تبقى توصل ل3 نقاط دول وتوصل لرصيد 11 نقطه علشان تخش بشكل قوي جدا على مرحله يعني الاقصائيه، المرحله الاقصائيه دور الربع النهائي، داخل على مرحله صعبه هتواجه الكبار، فعمليه مش سهله جدا بالنسبه لك. يعني الاهلي لازم هدفه يكون واضح، هدفه يكون محدد، الفوز بنتيجه باداء بسكور من الاهداف لو امكن، ده يبقى كويس جدا. وفرقه سيمبا بصراحه فرقه كويسه، يعني على مستوى الهجوم فرقه كويسه، عدد اهداف جابوا عدد كبير، لكن يبقى كمان عمليه الريفنج، ان دي الفرقه الوحيده اللي كسبت. ما انا بقول لحضرتك اصلا، وبالتالي في دوافع كبيره جدا للعيبه. اصل انت معاك مين؟ معاك المريخ في المجموعه، ومعاك فيتا، ومعاك سيمبا. هو سيمبا حصل عمل تفوق كاسح على الفريقين دول وكسبك، فوصل لل 13 نقطه يعني، ووصل لهذا الرقم من الاهداف. كل ده شيء مقبول وشيء جميل، وفرقه شابه وطموحه لها كل التقدير ولها كل الاحترام، لكن النادي الاهلي هو ملك افريقيا، هو سيد افريقيا، هو المتصدر، هو ال9 القاب، هو اللي هيبه في القاره الافريقيه، اللي لابد ان النتيجه دي يعني تؤكد على هيبه النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي. قد الاول الاهلي يجي عندك هنا في القاهره وتحقق عليه نتيجه كبيره جدا واداء كبير جدا، ده اللي احنا هننتظره من النادي الاهلي. علشان استاذ سامي، علشان نوصل للمعادله ديت، ان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه جيده ويعمل اداء جيد، في طريقين قدام موسيماني. اعتقد في طريق او في بعض الناس بتقول ان ممكن موسيماني، لان عندنا الاهم ايه؟ الاهم هو مشوار دور الثمانيه، وبالتالي في بعض اللعيبه عندها بعض الاجهاد، توالي مباريات على المستوى الدولي على المستوى المحلي. في رؤيه بتقول ان ممكن او وارد ان موسيماني يكون في دفع بعض الوجوه الجديده، ضخ دماء جديده، ولكن يبقى كمان الهدف ان هو انت بتدخل وجوه جديده، لكن انت هدفك ان تفوز بالمباراه. هل موسيماني هيعمل الروتيشن دوت من خلال مباراه سيمبا، وبعديها كمان عندنا مباراه في الكاس، في كاس مصر امام نادي النصر؟ هل تعتقد هو ده الطريق او هو ده الافضل للنادي الاهلي؟ طبعا التدوير ده مطلوب جدا في المرحله دي، لان طبعا هو التاهل حصل، فطبعا وانا مش شايف ان في فروقات كبيره بين اللي يعني التشكيل الاساسي والموجودين على الخط. صحيح. او في حاله تعافي يعني الاصابات، فيعني الفروقات بسيطه جدا، وبتعلى مع المشاركات، يعني بتضيق جدا مع المشاركات المتواليه. فطبعا مهم جدا ان موسيماني يعتمد على مساله التدوير في المرحله الجايه، ان طبعا التاهل حصل، وانا يهمني ان انا يعني ما يحصلش اهتزاز مره اخرى كفرقه بتدافع عن اللقب. مش بتنافس، لا، ده بتدافع عن اللقب فعليا. فبالتالي المطلوب من انه موسيماني يضع ثقته كلها في كل عناصر الفريق بدون استثناء،
وكل وفي المقابل اللاعبين نفسهم يكونوا على مستوى عالي من المسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه ان اللي حصل من المريخ ده قدام المريخ ما يحصلش مره اخرى. مش مهم مش هستهدف بس مباراه سيمبا، انا يعني أنا بعد سيمبا هخش على مباراه النصر في كاس مصر وانا بطل كاس مصر، هخش على الدوري مع الزمالك يوم 18، هخش على سموحه، يعني عندي ثقل كبير جدا ومهام ثقيله. لازم كل الفرقه تتوظف بشكل كويس وفعال يعني مسار بخش في ثلاث بطولات في نفس الوقت. طيب. كاس مصر افريقيا دوري، لازم كل ده يعني يكون انا مساري فيه مسار جيد وانتاجيه عاليه. وطبعا الفوز على سيمبا في حد ذاته يعني هيرفع المعنويات جدا اكيد، و يعني اذا كان سيمبا فاز على الاهلي فلازم ياخد حقه هنا في القاهره وواجبه ضعف ثلاث اضعاف يعني في رايي انا شخصيا. صحيح. ثلاث اضعاف عشان يعني جماهير الاهلي نارها تبرد شويه وتحس ان هي يعني كبيره مع فرقتها يعني. طيب عايز اخد واروح لنقطه تانية مختلفه خالص، عمليه طبعا بعض النقد على الاداره الفنيه للنادي الاهلي للموسيماني خلال دور المجموعات. حضراتكم كنقاد رياضيين شفت ده ازاي؟ رغم ان يمكن موسيماني بنتكلم دايما السي في بيتكلم عنده نتائج جيده على مستوى المباريات، لكن كان في جزء كده من النقد اللاذع شويه على موسيماني، بعض الناس بتتكلم ويمكن على وسائل التواصل الاجتماعي او بعض المواقع، واحنا هنا كمان من خلال قناه النادي الاهلي يعني عارفين ان الكلام ده مش سياسه النادي الاهلي، بيقول لك اصل موسيماني ربع النهائي الفرصه الاخيره وكلام من هذا النوع. شفتوا ازاي كرياضيين او كنقاد رياضيين هذا الهجوم والنقد الغير مبرر على موسيماني خلال الفتره اللي فاتت؟ بص كابتن، يعني يمكن دايما الناس بتنتظر النادي الاهلي نتيجه واداء. صحيح. ده مهم جدا، النادي الاهلي ليه شخصيه معينه، ليه شكل معين، ليه اداء معين، ليه ستايل معين جماهير بتحب تشوفه في الشكل ده. لو بصينا لموسيماني على مستوى الـ كل الاختبارات اللي خد دخلها نجح فيها. لما تقول لي دوري الابطال السنه اللي عدت دخلوا كسبوا ونجح بيه، فنش الدوري المصري صحيح ما كانش ليه اليد العليا فيه لكن فنشه بشكل جيد. ممكن شفنا كانت مباراه الكبرى اللي عملها كانت مباراه بيراميدز لما اطرد منه حد وقدر يدير مباراه كبيره. صحيح. جدا فيها. وشفنا كاس مصر لما لعب الادوار النهائيه بتاعته وقدر يحقق البطوله. شفنا لما راح كاس العالم للانديه رجع، كل ده حققه. اذا هو بيحقق الاهداف سواء كان في بعض الاداء مش جيد او مش مرضي للناس يعني، لكن في النهايه موسيماني حقق كل الاهداف. لو بصينا السنه دي موسيماني ماشي بشكل جيد في الدوري، لسه هيدخل مسابقه الكاس، في دوري الابطال دخل بشكل كويس جدا وقدر يحقق الهدف ويتاهل الى دور ال 16 ونفس الشكل ده دور الثمانيه، وده نفس الشكل اللي حقق الاهلي في البطوله اللي فاتها، اتاهل تاني وقدر يحقق البطوله يعني. لكن الناس بتنتظر من موسيماني ان الاداء الاهلي بقى افضل، شكل الاهلي بقى افضل، كلنا بنطمح بده. ان احنا ما نقدرش يعني نقول الاداء ده بيبقى قدام الناس كلها، ما حدش يقدر يغلط الواقع او يقول بحاجه. طبيعي ان نفسك تبقى الفرقه احسن، نفسك يبقى الاداء بالطبع افضل يعني. كل ده وارد، لكن كمان على الجزء الاخر ان يعني برضو نعذر برضو اللعيبه شويه. ما انا جاي لحضرتك طبعا يمكن طبعا الاداء اللي ظهر بيه الفريق في ماتش المريخ في السودان انا من وجهه نظري كان الاسوء بالنسبه للنادي الاهلي يعني. صحيح. يعني مباراه من اقل المباريات اللي عملها النادي الاهلي في الفتره الاخيره. وخلينا نتكلم بصراحه في بعض المشاكل الافريقيه، طبعا مش دي المبرر لكن برضو في اسباب يعني. بعض المشاكل الموجوده في البطولات الافريقيه ونتمنى الاتحاد الافريقي الجديد برئاسه متسبي يصلح الحاجات دي، زي الملاعب السيئه اللي انت ما بتعرفش تلعب عليها، ممكن تروح تلعب على ملعب ترتان غير جيد، المفروض كل الحاجات دي تتغير وتبقى ملاعب كلها نجيل طبيعي. التوقيتات اللي انت بتلعب فيها في اجواء حاره جدا غير مناسبه ليك على الاطلاق، درجه رطوبه عاليه جدا وبيصروا ان هم يلعبوا في التوقيتات دي، كل الحاجات دي لازم تتغير. لكن في النهايه فريق زي النادي الاهلي وراه جماهير بالملايين في كل مكان، على جهازه الفني طبعا اكيد بيدرك ان الناس دي محتاجه اداء جيد، محتاجه نتائج مع اداء، مش شرط يعني المهم النتيجه لكن برضه لازم يبقى عندك اداء. مهم جدا النادي الاهلي طلع متعادل في ماتش المريخ لكن في النهايه الناس مش راضيه، الناس مش مبسوطه، الناس مش معجبه بالاداء لانها قلقانه من اللي جاي. فمهم جدا ان ده يتحسن. لكن موسيماني كمدرب ماشي بشكل جيد، اما فكره ان حد بيقول لك ان تغيير وبتاع كان ده غير وارد وغير موجود في النادي الاهلي، لا يتعامل بالقطع على الاطلاق. موسيماني وانت مغمض حتى لو ما سالتش اي مسؤول في النادي الاهلي، موسيماني مكمل حتى نهايه الموسم في النادي الاهلي. اكيد كلام ما فيهوش فصال وعمرنا وكل وانت بتتكلم على ماضي في النادي الاهلي
وحاضر. وعمر النادي الاهلي ما عمل كده الا في ظروف يعني استثنائيه جدا لما بيكون في انهيار كبير جدا، لكن الراجل ماشي محقق الاهداف فمكمل مع النادي الاهلي. طيب استاذ سامي، دايما بنيجي فيما هو قادم، فيما هو قادم زي ما حضرتك قلت في مباريات كتيره جدا. النادي الاهلي عنده مباراه سيمبا، وبعدين هيخش على مشوار دوري في تقريبا 7 أو 8 مباريات في الدوري كلها كل 3 ايام ماتش، وكمان عندنا في شهر مايو عندنا دور الثمانية هنخش. ايه اللي انت شايفه لازم يتصلح شويه في اداء النادي الاهلي، او ايه السلبيات اللي انت رصدتها من خلال رؤيتك الفتره اللي فاتت، وكمان الايجابيات اللي احنا نمسك فيها ان شاء الله النادي الاهلي يمر من هذه المباريات الكتيره جدا على مستوى الدوري، على مستوى بطوله افريقيا، ويحقق نتائج جيده مع كمان اداء جيد؟ لا، نمره واحد، لعيبه الاهلي على مستوى عالي جدا من الاحساس بالمسؤوليه، لكن ساعات بتفلت منهم الحاله. يعني النهارده في ماتش فيتا كلوب انا بلعب الظهر وعلى ملعب ترتان وبجيب جوان وبحقق فوز كبير، وبعدين لما يعني في ظروف مشابهه قدام المريخ بتعثر بشكل كبير. يعني والمسافه الزمنيه اللي بين الماتشين مش كبيره. طب وايه السبب؟ لازم اللعيبه نفسها تسال نفسها هذا السؤال، ايه السبب ان يعني ليه المسؤوليه كانت عاليه جدا؟ انت رصدت الاسباب ازاي يا استاذ؟ يعني انت اما اتفرجت وشفت المباراه مش على مستوى كناقد رياضي. كناقد رياضي اقدر اقول ان حصل حاله استرخاء عند اللعيبه نفسها. اوكي. هذه الحاله غير مطلوبه ابدا على الاطلاق مع فريق بيبحث عن بطولات بصفه مستمره. يعني ازاي انا يعني في حاله استنفار قدام فيتا كلوب اللي كنت فيها، وكل يعني الشوط الاولاني قدام المريخ ده شوط لا يليق بالنادي الاهلي على الاطلاق. يعني كرة بتترفع بين 2 مدافعين، محدش بينط مع المهاجم، الكرة تخش جون. يعني احنا الاهلي يعني تقدر تقول ان التركيز والتحضير المباراة ما كانش على نفس مستوى مباراة فيتا كلوب من اللعيبة. ما اقدرش اقول انا معاك لان الجهاز الفني عمل يعني انا ما اقدرش اقول الجهاز الفني بيتكلم في غرفة مطلقة او بيتكلم مع لعيبته. انا ما بقدرش اقول هو عامل ايه يعني، بس ما كانش واضح ان اللعيبة بتنافس كويس، خاصة لعب بنفس التشكيل اللي الشوط الأول تحديدا. يعني هذا الاسترخاء غير مطلوب على الإطلاق. ثقة زايدة جدا إن أنا أقدر أعمل أي حاجة في أي وقت وفي أي ملعب، لا، دي الكرة الأفريقية تقدمت جدا، حتى الدوري المحلي برضو تطور بشكل كبير جدا. فيعني لازم أدي كل مباراة حقها واستهدف دايما البطوله في دماغي. يعني كلاعب نادي الاهلي لازم استهدف البطوله أكيد. في ذهني ان انا بلعب مع فريق بطل وما استهنش باي حد. انما اللي شفناه في ماتش المريخ في الشوط الاولاني تحديدا كان يعني حاله استرخاء كبيره جدا لا تليق، وده اللي قال عبر عنه قفشه ما بيقول ان احنا تلقينا ده. هم اعترفوا يعني بكتير. ما حدش يعني اللي مش هيعترف يبقى بيظلم نفسه وبيظلم فرقته. فانا شايف ان المرحله الجايه لازم يبان فيها التطور الثقافي او التطور الفكري اللاعبين في الملعب، مش تكتيكي، ولكن ان هم يكونوا تحضير النفسي ان هم يكونوا اكثر جاهزيه وجديه مع كل كوره بدون يعني صحيح. يعني ما فيش تهاون يعني. صحيح هذا هو كمان منشود يعني والمستهدف ان شاء الله. صحيح. وده كمان يا استاذ محمد خاصه زي ما احنا قلنا احنا داخلين على الادوار الاقصائيه، بتتكلم على النوك اوت، بتتكلم على مباراه ذهاب وعوده، ومهما كان الخصم طبعا انت عندك المباراه الاولى، مباراه الذهاب هتكون في القاهره، ومباراه العوده ساعات بتصعب الامور شويه انك تكون مباراه العوده خارج الديار. لكن رؤيتك لمنافسين النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه، عندنا طبعا عندنا صن داونز، عندنا الترجي، عندنا الوداد، يعني فرق كلها كبيره، ايه اللي ناخده بقى من الفتره اللي فاتت ولازم ان شاء الله يكون متواجد في دور الثمانيه او الربع النهائي، علشان باذن الله على الاقل تقدير ان احنا نوصل للمباراه النهائيه؟ يعني من ابرز الحاجات اللي انت فقدتها عشان ما خدتش اول مجموعه انك هتلعب ماتش العوده بره ملعبك، يعني تلعب ده لغايه اخر البطوله يعني. ف ده الهدف يعني، دي الميزه اللي انت كنت بتاخدها لما بتطلع اول بالنسبه لمجموعتك. يعني انت هتواجه فرق في النهايه النادي الاهلي بيلعب على البطوله في كل الاحوال، بس في مواجهات كانت ممكن تؤجل بالنسبه لك في الدور نصف النهائي والنهائي، انت استعجلت بيها. يعني لو كنت طلعت اول ما كنتش هتواجه القوى الكبرى الكرويه في القاره الافريقيه
في ربع النهائي، كنت هتجون بدايه من نصف النهائي، لكن خلاص ما باليد حيله، انت اخترت الطريق ده والاهلي قادر على ده والاهلي عمل ده في البطوله العاديه الماضيه بشكل كبير جدا. يعني مفيش مفر من انك انت تركز بدرجه كبيره جدا، تستحضر حماسك، تستحضر قوتك، هدفك البطوله مركز فيها، مش مهم انها هقابل مين دلوقتي. انا عندي دلوقتي 3 فاينل، دور الثمانيه، نصف النهائي والنهائي، مفيش اي مفيش يعني فرار من هذا الامر. فهتلعب انت حطيت في نفسك انك هتلعب 3 مواجهات قويه جدا 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 لغايه ما توصل للعشره ان شاء الله اللي انت بتستهدفها قوه. لعبت نادي الاهلي لما بتكون عايز حاجه بتعملها، وشفنا ده في ماتش فيتا كلاب، لما انت هنا اتعادلت رحت هناك راجع بالثلاثه بونت، ده انت رجعت بالثلاثه بونت وباداء قوي وعظيم وثلاث اهداف، عملت اللي انت عايزه في كره القدم. اعتقد ان الامور هتختلف تماما، لان فعلا زي ما قال الاستاذ سامي كان في حاله من الاسترخاء. انت لعبت كانك ضامن، مع انك انت كنت ممكن تخش في مشكله كبيره جدا، يعني لا قدر الله لو ركله الجزاء كانت جت بالظبط اللي هي بتاعت المريخ طبعا كانت هتوضع لك في مأزق كبير جدا. لو كنت خسرت مثلا كانت ممكن ركله الجزاء تيجي فيك جوان وتخسر بنتيجه كبيره جدا لا تليق بالنادي الاهلي، وتيجي الماتش الاخير انت مش ضامن انك تكسب. كمان اعتقد كمان سيمبا كمان لما فاز على فيتا كلاب كمان ادى شويه اريحيه للنادي الاهلي، يعني ده خلصك من فرقه يعني. كمان فيتا كلاب كسب سيمبا وكانت هتبقى بالظبط، لكن لا قدر الله لو انت كنت خسرت نتيجه كبيره كان المريخ هيبقى عنده 4 نقاط ورايح عنده يجيب 3 نقاط ثانيه تبعه، انت جاي قبلك سيمبا مفيش نتيجه مضمونه في كره القدم. اي فرقه في العالم ممكن تخسر، ممكن لسه من ايام شايفين تشيلسي بيخسر على ملعبه قدام وست بروميتش 5-2 على ارضه، نتيجه ما حصلتش من عقود. صحيح. وده عنده ده في المركز ال 19 وده في المركز الرابع او الخامس 51 نقطه 21 نقطه، فكره القدم ما فيهاش الكلام ده. فما ينفعش ان انا استهين بحاجه، خلاص انا دفعت الثمن وعليا ان استوعب هذا الدرس. المؤكد ان المباريات المقبله بالنسبه للنادي الاهلي مباراه حياه او موت بالنسبة لهم، لأن خلاص مفيش انت أي تهاون سواء في القاهرة أو هناك، ولازم تحسن من القاهرة، لازم تحسن بشكل قوي ولازم تستغل كل الفرص اللي جات عندك. النادي الأهلي أهدر من أكتر الفرص اللي أهدرت اللي وصلت للمرمى في الدور المجموعات، ومن أكتر الفرق اللي أهدرت أهداف بشكل غير طبيعي يعني. أيه. وشفنا ده بشكل واضح ومثال صارخ عليها في ماتش فيتا كلوب اللي اتلعب هنا في القاهرة، يعني لابد من تصحيح كل هذه الأخطاء وتجهيز الفريق بشكل جيد الى المباراه. واعتقد ان لابد ان تكون مباراه سيمبا التنزاني بروفه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لانه فريق الحقيقه يعني دعم بشكل قوي جدا، عندهم طموحات كبيره جدا، عندهم اهداف كبيره جدا. صحيح ما لهمش ماضي، ما لهمش تاريخ، ما عندهمش انجازات، لكن بيأملوا في مستقبل افضل واتصرف عليه بشكل كبير جدا من المسؤولين، لدرجه ان هم بقالهم كام سنه بييجوا يتفرجوا على النادي الاهلي ويشوفوا تجارب النادي الاهلي ويشوفوا النادي عامل الاهلي عامل ايه وبيعمل ايه، وقدروا يستفيدوا ده، وده بدا يظهر بوضوح عندهم في هذه المرحله. طيب احنا عندنا فاصل، بس في سؤال قبل الفاصل وحضراتكم تفكروا فيه. طبعا ما هو قادم، تتوقعوا مين ان شاء الله يكون ان شاء الله القرعه يوم 30 ابريل، من سيقابل النادي الاهلي؟ لسه طبعا في 5 فرق وصلت، لكن لسه في 3 فرق ما وصلوش، تتوقعوا مين من خلال المجموعات؟ هنشوف ما نتوقع ولا نتمنى. تتوقع او تتمنى، خليها تتمنى مين، نعرف من حضراتكم دوت يمكن بعد الفاصل مع نجومنا الكبار والناقدين الكبار طبعا الاستاذ سامي عبد الفتاح والاستاذ محمد الوصي. مرحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير. السؤال اللي طبعا النقاد الموجودين مع حضراتكم، تتوقع مين او تتمنى مين يقابل النادي الاهلي في دور الثمانيه في الشامبيونز ليج الافريقي؟ نبدا بالاستاذ سامي طبعا. تمنياتك ولا توقعاتك الاول؟ لا طبعا هي قرعه طيب. بس انا اقول ان سان داونز الانسب الاهلي، لان يعني هيكون موسيماني مذاكره كويس قوي وفاهم فكره ويقدر يتعامل مع المباراتين طبعا المباراتين بشكل يعني ايجابي. بيبقى سلاح ذو حدين، وسلاح ذو حدين، وهم كمان فاهمين فكر موسيماني بالظبط، وبتبقى يعني في كمان عمليه. فهي المساله انا باخد كلمه من اللي قاله الاستاذ اوسي، ان النهارده انا بلعب نهائيات من الدور الجاي ده، انا بلعب نهائيات صحيح، يعني ايا كان صن داونز الترجي الوداد انا بلعب نهائيات، لازم اكون يعني عودي قوي جدا وعزيمتي قويه جدا واخدها من البدايه، يعني مش عشان هلعب بره وجوه، لا انا لازم يعني يكون عزيمتي قويه جدا من البدايه ومستهدف البطوله من اول مباراه في دور الثمانيه، بعدين دور نصف النهائي والنهائي ان شاء الله. فيعني انا شايف صن داونز اقرب
ليا انا شخصيا. يعني انت بتفضل ان يكون المباراه امام يعني سان داونز. يعني وسان داونز يعني مش دول فرق شمال افريقيا مرهقه شويه للفرق المصريه، لكن الجنوب الافريقي غير يعني. فطبعا ده امنيه مش اتوقع. تمام استاذ محمد. سان داونز يا استاذ سامي قال سان داونز، سان داونز كمان من افضل الفرق على مستوى كل على مستوى المجموعات كلها. تمام. بيعمل اداء اكثر من رائع. هو بيقول ان موسيماني عارفهم وعارف طريقه لعبهم، عارف شخصيه اللاعب بتاع جنوب افريقيا، فممكن التعامل معاه يكون اسهل. على الجانب الاخر ممكن يكون في صعوبه مع موضوع انك بتلاعب مدربك اللي يمكن انتقل لنادي تاني، ممكن يدي طموحات، يدي موشن زياده، يدي كمان فعاليه اكتر للفريق سان داونز. انت بالنسبه لك تتمنى مين او تفضل نقابل مين في دور الثمانيه؟ في القرعه صعب انك تتوقع. صحيح. لكن دايما في القرعه اللي بتخاف منه بيجي لك. دايما القرعه يعني منه. لا يعني ما تحبش تواجهه دلوقتي بيجيبه لك. يعني في القرعه اللي فاتت كان يعني ما كانش حد يتمنى ان يتوقع ان الاهلي يقابل سان داونز. جه سان داونز والاهلي الحمد لله جه وقدر يتجاوزه في البطوله التاسعه اللي خدها الاهلي يعني. صحيح. لو بصينا للثلاثه اللي هم متوقع الاهلي يقابل واحد منهم، انا هقولهم على الترتيب كده، سان داونز رقم واحد الاقوى يعني. الاقوى. سان داونز، الوداد، الترجي. وبالتالي انا اتمنى الاهلي يواجه الترجي، لان الـ شفنا الاداء بتاع الفرق الثلاثه في المجموعات والادوار اللي اتلعبت لغايه دلوقتي. ان اقلهم الترجي. طبعا الترجي فرقه كبيره ولها اسم ولها تاريخ، والاهلي بينه وبينه تبقى مواجهات ديربي ومواجهات صعبه جدا مع الشمال الافريقي. لكن انا شخصيا اتمنى مواجهه الترجي افضل من او يعني افضل للنادي الاهلي من مواجهه سان داونز والوداد، ويؤجل سان داونز والوداد للادوار المقبله بعد كده اللي هي دور نصف النهائي والنهائي. تمام. طيب عايزين نقيم كمان، قيمنا الفرق بشكل كبير وقيمنا اداء النادي الاهلي من خلال المجموعه، نروح لحلقه مهمه جدا، التحكيم. برضو اخذ راي حضرتك استاذ سامي في ما رايك في التحكيم في دور المجموعات، وبعض الانتقادات عدم وجود الفار في هذه الادوار كان بيسبب بعض المشاكل لبعض الفرق. فيعني تقييمك الكامل لاداء الحكام في هذه في دور المجموعات. لا، التحكيم بصفه اجمالا في في دور المجموعات كان جيد، باستثناء يعني مباراه وحيده للنادي الاهلي كان يعني حصل فيها اشكاليه كبيره. انما طبعا انا بقول ان يعني عدم وجود الفار يعني مش فاهم ليه يعني. صحيح. يعني الاتحاد الافريقي عنده رعاه كبار جدا، بطوله قاريه محترمه، بتوصل لكاس العالم للانديه، فتبقى دي حقوق كلها لازم تكون عادله. يعني اللي ينال هذا الشرف لازم يكون وصل عن عدل وعن حق. فطبعا وعدم وجود الفار ده مساله لا تليق بالاتحاد الافريقي. اتمنى متسبيه يعني يكون منتبه لهذه المساله، وهو وعد ان هو يعني يحلها. صحيح. انا شايف ان اجمالا التحكيم ما عليهوش علامات كبيره جدا. التحكيم في كل العالم له هفواته، حتى مع الفار برضه يعني موجود يعني. صحيح. يعني وبعدين ما نعتمدش كتير قوي فريق بطل، ما نعتمدش كتير قوي على انه الظلم تحكيميا او يستنى لمحه مسانده تحكيميه. لا، لهذا لا يليق. لازم نلعب، الاهلي يلعب جيم كل مباراه قوي جدا بقوه جدا، ياخد فوز عن حق واستحقاق، عشان ما يديش فرصه الانتقادات او تقلل من قيمته او صحيح. من قيمته. هو دايما التركيز حتى على مستوى التحكيم، المدربين حتى بتقول اللعيبه بتركزوا فنيا، بتركز على يعني المباراه، على الخصم كمان. ما بين قوسين كده يقول لك مالكش دعوه بالحكم، انت اعمل يعني ادائك حتى خلاص. يعني ما استناش صفاره الحكم. صحيح. مع كل احتكاك، مع كل، لا ما استناش، انا اكمل لعبتي. ويعني صفر ما صفرش، دي مش مشكلتي، انا اكمل. ويعني والخطا باين جدا يعني، في الاول والاخر الحكم اللي مش كويس لازم هيتعلم عليه يعني، ما ده هو اللي خسران يعني. صحيح. اذا يعني الا اذا كان يعني حاجه خارج ارادته يعني. فانا شايف ان التحكيم لا باس بيها في الوقت الحالي، ويعني ان شاء الله الاهلي يقدر يستمر بدون اي مسانده. يعني احنا مش محتاجين يعني النادي الاهلي يعني مش محتاجين فعلا مسانده، لكن احنا محتاجين الفير بلاي يعني. بالظبط، فير بلاي. ده دي يعني
درس لازم كمان يوصل للعبه الاهلي بشكل كويس. ده واصل اكيد. استاذ محمد اتكلمنا على موضوع الفار، ويمكن في بعض المباريات ممكن الفار يتسبب او عدم وجود الفار. طبعا الحكم يمكن رضوان جيد كان عنده طبعا مباراه النادي الاهلي مع فيتا كلوب ضربه جزاء، فدايما مهم جدا ان خاصه هذه الاخطاء ممكن تقصي فريق كان عنده احقيه في الوصول لبطوله كبيره. برضه شايف التحكيم اداؤه ازاي على المستوى العام وعدم وجود فار في الادوار التمهيديه او طبعاً. دور المجموعات انا بشكل عام من المؤمنين جدا بوجود الفار، واعتقد ان اضافته للدوري المصري ساهم كبير جدا في تقليل المشاكل التحكيميه اللي كانت بتواجهنا بشكل كبير. في سلبيات وفي بعض المشاكل، لكن لو ما كانش موجود كان هتبقى في كوارث، يعني زي ما كنا بنشوف قبل كده. الكوارث دي ما عادتش موجوده يعني، لكن الاخطاء بشكل عام موجوده بنسب معينه يعني. عدم وجوده في دوري الابطال الافريقي شيء سيء جدا الحقيقه، ويمكن نتمنى ان الوعود اللي وصلتنا من رئيس الكاف الجديد ان البطوله المقبله كلها بكل ادوارها يعني على الاقل من دور ال 32 هيبقى فيها الفار موجود بشكل اساسي. ولو كان الفار ده موجود في ماتش الاهلي وفيتا كلوب كان الاهلي معاه نقطتين دلوقتي وكان وضعه افضل، كان هيبقى الاهلي خسر نقطتين بسبب غياب بسبب ركله جزاء عليه غير صحيحه بالمره، ده على الاقل يعني. لكن بالنسبه للتحكيم بشكل عام، التحكيم الافريقي فيه بعض الحكام المميزين الحقيقه اللي لفتوا نظرنا، منهم الحكم رضوان جيد اللي هو اللي حكم واحد من حكام النخبه في افريقيا. في بملاك سيمبا اللي حكم اللي شفناه برده في الماتش الاخير مع الاهلي والمريخ، وبشكل عام حكم مميز جدا من حكام النخبه، حكم اثيوبي عدل وصرامه وتحرك ولا يهاب اصحاب الارض على الاطلاق يعني. في مصطفى غربال الجزائري اللي شفناه اللي حكم نهائي دوري الابطال وبيتواجد في الادوار الافريقيه بشكل جيد، وفي نور الدين الجعفري الحقيقه من الحكام المميزين. وشفنا حكامنا حتى الكابتن ابراهيم نور الدين حكم في الجوله الاخيره ومحمود البنا حكم، شفنا ابراهيم نور الدين حكم مباراه كانت صعبه جدا بين كازر تشيفز والوداد المغربي وكانت هناك وطرد اثنين من صاحب الارض اللي هو كازر تشيف جنوب افريقيا، ولكن قدر يكسب الوداد يعني مستوى التحكيم يعني. الافريقي نقدر نقيمه يمكن السنوات الاخيره افضل بكثير من طبعاً. العقد طبعاً. الماضي طبعاً من الكره الافريقيه يعني. اولا بث المباريات ووجودها قدام الناس كلها خلى يعني قلل من الكوارث كانت بتحصل في التحكيم. انا ما اقولكش انتهت، لكن قلل من حاجات كتير جدا كانت بتحصل من تحت الترابيزه وكثيرون يعرفونها. والاهلي والزمالك وفرق مصريه كنت لما تطلع بره كان صعب جدا انك تكسب فرق مستحيل تاخد حقك، وكان معروف ده بشكل كبير جدا يعني. فده قل بشكل كبير جدا، واعتقد مع الفار الامور هتبقى افضل كتير جدا ان شاء الله الموسم المقبل ان شاء الله باذن الله. الاهلي قادر وباذن الله يكون باذن الله دور الثمانيه ايا كان، الاهلي عينه على البطوله واللي عينه على البطوله يقابل اي حد ان شاء الله. الاهلي قادر انه يقابل ويكسب اي حد ان شاء الله، يركز كويس اللعيبه تكون على مستوى المسؤوليه، وده اللي يعني عدناه على لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون العشرة. عايزين نروح بص يا كابتن، الثلاثة اللي موجودين المتوقع الاهلي يقابلهم كلهم يخشون الاهلي اكثر مما يخشاهم الاهلي طبعا يعني. هم بص يعني بص الاهلي متضايق ان هو طلع في المركز الثاني، ده هم اكثر ضيقا ان الاهلي جه في المركز الثاني. تفتكر القرعه يمكن اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها اول ما الاهلي وقع مع سان داونز مسؤولي سان داونز ضحكوا يعني ما لقيتوش غيرنا بالظبط يعني. هم كانوا يتمنوا الاهلي يطلع اول علشان يبعد عنهم على الاقل دلوقتي يعني. فالاهلي احنا نتمنى الاهلي الاول، لكن وجود الاهلي في المركز الثاني يسبب ضيقا لمن وصل المركز الاول، لانه في النهايه هيحتك بقوه كرويه عارف قدراتها ايه وشخصيتها ايه. ان شاء الله هيبقى الاهلي الاول في الاخر. ده المهم ده ان احنا ناخد البطوله المهم ان هو يكون اول دي في النهائي البطوله ان شاء الله مع اللقب باذن الله. وخاصه كمان اخر يعني نقطه اتكلم مع حضراتكم فيها ان الفتره اللي جايه ان شاء الله بتشهد عوده الاصابات. عندنا كان الفتره اللي فاتت اصابات كثيره جدا، كان غيابات كثيره جدا وكلها غيابات مؤثره. بنتكلم على وليد سليمان، كنا بنتكلم على ناصر ماهر، كنا بنتكلم على علي معلول، كنا بنتكلم على كمان محمد محمود متولي محمد محمود. يعني عناصر بدا الاسابيع ديت الحمد لله بدا يخش. وليد سليمان دخل وشارك في المباراه اللي فاتت عدد دقائق محدود، ناصر ماهر جاهز بنتكلم على ده كمان ان شاء الله باذن الله السلاح في ايدينا في الفتره اللي جايه. دي نقطه مهمه جدا، لان هي يعني في يعني ما فيش شك ان بعض اللاعبين الموجودين عندهم اجهاد يعني طبعا اجهاد عالي جدا، محتاجين يعني يرتاحوا شويه او يعني يكونوا على الدكه وشايفين. انت شايف مين اكتر واحد محتاج يريح شويه؟ قفشه محمد مجدي قفشه يعني كان الحمل عليه تقيل في الفتره اللي فاتت،
ورغم ان هو يعني دوره كان بارز جدا، لما عوده وليد سليمان دي اسعدتني شخصيا، لان هو نجم مميز جدا وبيخلص في اللحظات. صحيح. فرغم ان هو يعني طبعا يعني الموسيماني بيعتمد عليه في توقيت معين، لما بيفيده اكيد الى حد كبير. اكيد. فطبعا عوده كله معلول، طبعا عودته الى حد كبير جدا مهمه تكتيكيا لفرقه النادي الاهلي في المرحله الجايه دي والضغوطات الكبيره اللي جايه. فانا شايف ان يعني القادم افضل، يعني القادم الافضل بالنسبه للنادي الاهلي، ان المجهدين يرتاحوا شويه، المتعطشين للعب يشاركوا ويقدموا. وناصر ماهر خامه مهمه جدا في صناعه اللعب داخل الفرقه. فيعني شايف ان القادم افضل ان شاء الله، وان شاء الله وبالتاكيد يعني اللي فات ده كله مليان دروس وعبر للاعبين والجهاز الفني كمان. ان هو صحيح. لان المهم جدا ان هو اعداد النفسي كمان، مش اعداد بدني او فني بس، لا الاعداد النفسي كمان. مرحله جايه ثقيله وصعبه ومعقده واحنا قادرين والنادي الاهلي قادر. يعني أكيد طبعا انت بتتكلم في مرحله الحمد لله ان احنا وصلنا، تاهلنا بشكل كبير جدا. وصلنا، واللي جاي الاهم مش الاصعب على النادي الاهلي. النادي الاهلي عينه على البطوله، كلنا ثقه في الجهاز الفني، كلنا ثقه في اللاعبين. وبنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. طبعا استاذ سامي نورتنا وشرفتنا في البيت الكبير. استاذ محمد القوسي بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا. وعلى تواصل ان شاء الله، موجودين دايما إن شاء الله هنا في بيتكم في البيت الكبير ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى. بعد الفاصل ان شاء الله نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد صديق.